شايف مين الاقرب لل، انا عارف طبعا انه يعني احنا بنمشي قصه مباراه بمباراه، ما بنفكرش طبعا في مباراه يعني سياتل ساوندرز بره الحسابات خالص دلوقتي، واعتقد انه مستر كولر ممكن يبقى بيتفرج على شرايط اوكلاند بس، بيتكلم مع الفريق على اوكلاند بس، وبعد تجاوز عقبه اوكلاند نبتدي تمام. نفتح ملف سياتل ساوندرز. لكن اجمالا نظره عامه على البطوله، زي ما كنت بسال كابتن عزيز، شايف مين الاقرب للمربع الذهبي يا كابتن احمد؟ هو طبعا الهلال والوداد مش اه باينه، مش باينه لان الهلال 50 هيعافر. 50 يعني، شايف انها الهلال هيعافر، وممكن تكون الهلال عنده فرصه اكبر، لانه الوداد في مرحله انتقاليه و مشي من عنده لعيبه كتير عاملين وغير زي جهاز فني. الاسماعيلي كده، اللي هو يعني عايز اجيب شويه فلوس من اللعيبه عشان اصرف الفريق على الفرقه. اي وهم معذورين طبعا جدا، وهم فرقه طبعا تاريخية، فرقة عملاقة يعني. طبعا. لكن الهلال عنده استقرار في كل حاجة، وعنده المدرب الأرجنتيني اللي جالنا هنا في نادي بيراميدز، ومدرب كويس، وعنده ستاف كويس، وعنده لعيبة كويسة، عنده حارس كمان جابه الأرجنتين، تكناوت لا بنتكلم محمد على العويس، العويس في العويس. الهلال، الهلال بتتكلم على فحارس كويس الهلال. قوي يعني، اي وعنده عناصر كويسة جدا. كان عنده بعض الإصابات في الفترة الأخيرة، لكن كلهم انا هستعرض معاك قائمه حراس المرمى، لان كلهم الحقيقه حراس مرمى على مستوى عالي جدا. وانا بتكلم على فرقه الهلال اي كهلال، عشان حتى بقيه المراكز في الفرقه بدات، كانت في دروب في الفتره اللي فاتت من اصابات وحاجات، بدات الفرقه تفوق مره تانية تكمل يعني. يعني. الهلال هو اقرب لمواجهه انا فلامينجو. بقول الهلال والوداد، الهلال اقرب. الاهلي اوكلاند سياتل ساوندرز، فرص مين اكبر لا احنا على قلنا الورق؟ احنا بنتكلم على الورق، كل مباراه ليها ظروفها، وال 90 دقيقه ما لهمش على علاقه الورق بالكلام الاهلي خالص. هيتعدى يعني، هيبقى المباراه الاولى في المتناول جدا ان هو يعدي الفرقتين دول، يعدي الفرقتين في دول، المتناول جدا يعدي الفرقتين طبعا، دول بحاله التركيز اللي معموله طبعا. ما انت لازم تكون في اقصى معدلات طبعا. تركيزك وانا شايف ان بقت سمه وادائك. الفتره الاخيره، لان المدرب كمان كان ليه دور في انه يعمل ريفريشنج لعقليات اللعيبه. ما كانش فيه لعيب ضامن مركزه قوي، ايوه كان بيعمل روتيشنز في اي وقت وفي اي مباراه في اي مركز وفي اي مركز، فكان عامل لهم حاله من استنفار. لا ريفريشنج لتفكيرهم، ايوه انه ما فيش حد يفكر انه ضامن. على قديمه، ايوه لا فكروا بالاسلوب اللي انا عايزكم تفكروا بيه، اللي هو ممكن تبقى مش موجود في اي وقت، ممكن تبقى موجود في اي وقت، ممكن تبقى في بوزيشن غير البوزيشن اللي انت بتلعب فيه. فعمل حاله بصراحه عجباني جدا، وهو مدرب انا بحترمه جدا حقيقي.